عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله كنرحب بكم وكنتمنوا لكم عيد مبارك سعيد إن شاء الله. هذه الكيكة ديال نهار العيد إن شاء الله، واحد الكيكة زوينة رائعة غادي نعطيها لكم اليوم اللي كتجي لذيذة وجيدة إن شاء الله. اللي طبقها بطبيعة الحال بطريقة باش طبقتها ودارها كما درتها بطبيعة الحال كنضمن ليه أنها تخرج ليه مزيانة إن شاء الله، والضمن هو الله سبحانه وتعالى. اولا وقبل كل شيء هذه الكيكه ديالنا كتقتضي منا بعض المقادير اللي غادي نقول لكم هما هاد كالتالي ان شاء الله. عندنا واحد 90 غرام ديال الزيت، 100 غرام ديال الزبده، 4 البيضات، وعندنا 200 غرام ديال الدقيق، و150 غرام ديال المايزينا، وعندنا هنا السكر 160 غرام، 21 غرام ديال الفاني، عندنا زوج صاشيات 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وعندنا واحد 120 غرام ديال الشوكولا يعني فيها كراميل. هاد الشوكولا مقطوعة مرسوات صغار وفي الوسط ديالها عامرة بالكراميل، يعني كتجي لذيذة جدا جدا. يمكن لنا نستعملو أي نوع ديال الشوكولا بغينا، وبطبيعة الحال غادي نضيفو واحد ياغورت مسوس طبيعي بحال هذا، ياغورت طبيعي بدون سكر إن شاء الله. أول ما قبل كل شيء كناخدو البيض كنضيفو عليه السنيدة وكنضيفو الفاني ديالنا، وبطبيعة الحال غادي نطلعوا هاد البيض والسنيدة نطلع البيض ديالنا، هو طلع غادي ان شاء الله يعني نخلطوا المقادير الاخرى. يعني غادي نضيفوا الزيت فوق هذا البيض ديالنا، وبطبيعه الحال غادي نضيفوا الزبده حتى هي، هنا بطبيعه الحال غادي نضيفوا الزبده. هذه كيكه تجي مزيانه ان شاء الله. هيا هنا غادي نضيفو الياغورت ديالنا بطبيعة الحال، بعد ما خلطنا الخليط ديالنا إن شاء الله غادي ناخدو الفرص ديالنا وكنخويو المايزينا حتى هي بحال هكا، وكنخوي فوق منهم الشوكولا بحال هكا، ونخوي هاد الخميرة ديالنا فوق هاد المجموع، وغادي نخلطو بهاد الطريقة، وديك الساعة غادي نبداو نضيف الفرص ديالنا ونخلطو الخليط ديالنا بحال هكا. يعني باش المقادير ديالنا يتخلطو مزيان، ونضيفو ما تبقي من الدقيق ديالنا والمايزينا والشوكولا. ها عندنا واحد الكيكه هنا رائعه كتجي خفيفه وكتجي ممتازه باذن الله. هي دائما كندخلو من الداخل باش ما نطيحوش العجين ديالنا هكا، وكل شيء خصو يتخلط. هانتوما العجين ديالنا كيجي شاد راسو شويه لان الزبده هي اللي كتجعل العجين باش يجي مشدود بحال هكا، والشوكولا ديالنا باش ما تهبطش لينا درنا ليها هذيك الطريقه اللي شفتو اللي وريناكم، باش ما تهبطش لينا القاع ديال المول خلطناها مع الدقيق مع المزينة باش تبقى لينا كل حاجه في بلاصتها ان شاء الله. هنا ان شاء الله غادي نجيب واحد الكورنا، اعطيني كورنا، غادي نجيب واحد الكورنا ونبدا
ندير العجينه ديالي في وسط المول بحال هكا هانتوما. ان شاء الله غادي نكملوا هكا بهذه الطريقه، نضربوا بها شويه غير شويه وندخلوها الفران ونخليوها تطيب ان شاء الله في درجه الحراره 170 درجه ان شاء الله. الكيكه ديالنا الفران بحال هكا ونخليوها تطيب على خاطرها في درجه الحراره 170 درجه. نطفيو الفرفره، دائما الفرفره ما عمركم تشعلوها في الكيك، دائما الفرفره كنشعلوها في اللحم وفي الدجاج وفي السمك ان شاء الله اللي بغينا نحمروه في الفران. ما طيبناها كنخليوها تبرد شويه، كنحيدوها من المول بحال هكا، كناخذ واحد شويه النباش، يمكن لكم ديروا النباش يمكن لكم ديروا الكونفيتور. كتجيبوا بودر كاكاو لكاليتي المزيانه كنخلطوها مع هذا النباش ديالنا باش نحصلوا على واحد النباج ديال الشوكولا. هانتوما كتشوفوا كيجي اسود، اللون ديالو اسود بزاف. كنخلطوا هذا النباج مليح باش ما بقاوش لينا الحبوب ديال بودر كاكاو، يعني يولي بودر كاكاو مخلط مزيان. نخلطو بحال هكا باش الا كانو شي حبوب يتحيدو. غادي نحيدو هاد الكعيط و الكيكه ديالنا، هاهو غادي نديرو النباج بهاد الطريقة. هنا كندهنو الكيكه ديالنا كاملة من الفوق بحال هكا بهاد النباج. كنغطيو هاد المساحة كاملة هاد النباج بهاد الطريقة. يمكن لي نكرطو عليها فوق منها الشوكولات أو نديرو اللوز أو نديرو الحاجة اللي بغينا، يمكن لي نديروها من الفوق. أنا غادي ندير اللوز إن شاء الله، غادي ندير اللوز شوية بحال هكا. هادي كيكة إن شاء الله كتجي زوينة. هنا غادي نشوفوا هاد الكيكه ديالنا، ها هي غادي نشوفوا الشوكولا ديالنا واش نزلت لتحت ولا بقات لينا في الكيك ديالنا. حنا وريناكم الطريقه باش تصوبوا يعني هاد الشوكولا ديالكم، ها هي كتجي هكا. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوها، راه كتجي لذيذه ورائعه باذن الله. ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم دائما في القناه ديالنا. هذه كيكه ممتازه للعيد ان شاء الله، طريقه مختلفه. نتمنى لكم التوفيق ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وبركاته. ومبارك عواشركم، مبارك العيد. نتمنى لكم دائما تعيدوا 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 ان شاء الله وتعودوا ان شاء الله. ومرحبا بكم دائما في القناه ديالنا، والسلام عليكم.